فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض. نعم، الفرق بينهما ظاهر، أن بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في الكذب والخبث والنفاق، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتولى بعضهم أمور البعض الآخر، إذا عجز عن بعض الأمور فإن أخاه يساعده هكذا. نعم. وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام فتحسبهم جميعا في الظاهر، لكن قلوبهم شتى متفرقة، لأنها ليس فيها إيمان، ولا يجمع القلوب إلا الإيمان بالله عز وجل. نعم. يعني ممكن يكون أيضا مثل ما ذكر الشيخ من صفات المنافقين التي تخاف على أهل القبلة، أن نجد في بعض المشتغلين بالدعوة والإسلام والتدين أنهم لا يكونون متوادين، أو تكون قلوبهم شتى، وإذا غاب عن إخوانه يقع فيهم أو لا يحوطهم بنصحه. هذا نتيجة أحد أمرين، إما كبر وإما حسد، وهذه من صفات المنافقين. فالمؤمنون ما يمكن، المؤمنون الصادقين الصادقون في إيمانهم، لا يمكن أن يقع بعضهم في عرض بعض أبدا، فإن وقع فإنه دليل على حسد أو على كبر أو على إعجاب في الشخص أو بغض لأخيه، وهذه من صفات المنافقين بلا شك. نعم. قال فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. أي نعم، لا يتحدون إلا عندما يكون الطمع واحدا، هم يتحدون في طلب هذا الطمع، وإذا حصل فإنهم يتفرقون، لأنه حصل المقصود الذي جمع قلوبهم، فإذا انتهى عادت القلوب قلوبهم إلى التفرق والتشتت. نعم. قال بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، سواء كانوا متعاصرين أو كان بعضهم متقدما وبعضهم متأخر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سواء كانوا مجتمعين في الزمان أو متفرقين في الزمان، وسواء كانوا مجتمعين في المكان أو متفرقين في المكان في أقطار الأرض، فهم إخوة متحابون. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة على اختلاف الزمان واختلاف المكان.